السلام عليكم، سنة ثالثة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. افتحوا بسرعة معايا بلانتينو بيج 15 او فون 15 اوف دويتش. تمام، هناخد مع بعض الدايلوج ده. تمام، الدايلوج ده اسمه فير شبيلن. يا فير شبيلن اخدتوه طبعا في دايلوج قبل كده، ان فير شبيلن يعني وي بلاي. يا طيب، الدايلوج ده تمام المفروض ان انا هقراه معاكم وافهمه لكم وترجمه. تمام، هو معظم الحاجات فيه احنا عارفينه واخدناه قبل كده، هو يعني كل الكلمات اللي فيه اخدناها في الدايلوجات قبل كده، بس هنقراه بسرعه مع بعض. المفروض ان كل حاجه بنقراها ليه صوره، هنا ليه صوره من الصور دي، المفروض بنرقم مثلا اول واحده دي ليها صوره من هنا، نرقم بقى نمرة 1، تاني حاجه نمرة 2 لحد ما نخلص الصور كلها، وبعدين نكتب الايه الحروف بالايه اللي احنا رقمناها هنا، بنكتبها هنا مثلا رقم 1 اول حرف مثلا بي، تاني رقم حرف كذا، تالت رقم وهكذا لحد ما نكون كده. تمام، وهنا دي او، دي اخرها او. تمام، طيب ركزوا بقى، ركزوا معايا. طيب فير شبيلن دلوقتي الدايلوج ده بين شتيفي بلانتينو، شتيفي وبلانتينو. طيب بلانتينو بيقول كم، بيقول لشتيفي كم فير شبيلن فوسبال، كم فير شبيلن فوسبال، تعالي كم وي بلاي فوتبول. شتيفي قالت لي فوسبال اخ ناين، طبعا الكلام ده اخدناه في دايلوج قبل كده. فوتبول اخ ناين، لا مش هينفع، مش عايزة تلعب فوسبول. طبعا الفوسبول هتلاقوها في صورة هنا اهي، دي تبقى هنا دي رقم 1. تمام، دي نمرة 1. طيب بعد كده بلانتينو راح قالها اوردر كارتن، اور كارتن اللي هي كوتشينا. طب وكوتشينا؟ قالت له 9. طيب فين الكوتشينا هنا في الصورة؟ يا هير، هنا دي كده 2. طيب بعد كده بلانتينو راح قالها ايش فايس، اي نو، انا عرفت فير شبيلن فورفل، احنا بنلعب بالظهر. قالت له اوه يا، ايوه هي دي. ففين نمط غاي دي؟ طيب بعد كده بعد كده توبياس جي بيكلم شتيفي، ده ولد جي بيكلم شتيفي بيقول لها هلو شتيفي. قالت له هلو توبياس. توبياس راح قال لها هلو، بيقول لبلانتينو بقى، توبياس بيقول لبلانتينو هلو فير بيست دو، دان انت مين بقى فير بيست دو. فبلانتينو قال له ايش بين بلانتينو لوز فير شبيلن، انا بلانتينو لوز فير شبيلن، تعال احنا نلعب. تمام، راحت شتيفي قالت له كوم توبياس، فتوبياس قال لها also good ايش هابي فير. طيب كده المفروض في حاجتين ليها صور، ها لما توبياس قابل، سوري، لما توبياس قابل قابل شتيفي. طيب ما علينا، خلاص رقمه كده عشان انا هنزل بالصورة لتحت. تمام، طيب بعد كده هنقرا تاني الحتة بتاعت توبياس عشان نشوف الرقم بتاعها. توبياس جي بيكلم شتيفي هلو شتيفي هلو توبياس. بعد كده بيقول لها ايه، سلموا على بعض فهم جايين، اهي دي الصورة بتاعت ما هم بيسلموا على بعض ان هم فيها. دي نمرة 4. تمام، طيب بعد كده توبياس بيقول لبلانتينو هلو فير بيست دو، دان قال له ايش بين بلانتينو، انا بلانتينو لوز كوم
يعني زي ايه؟ كوم تعالى، يعني في فير شبيلن. طب فين اللي بيسلم على بلانتينو؟ توبياس بيسلم على بلانتينو، بيتعرف عليه اهي دي. تمام، يبقى دي نوما فونف. طيب بعد كده فشتيفي قالت له كوم توبياس، تعالى يا توبياس. راح توبياس قال لها ازو جود، قال لها جود يعني ماشي اوكي. بعد كده لعب بالظهر، طلع له ايه؟ ايش هاب فير. احنا اخدنا قبل كده لما يطلع له بالظهر رقم بيقول ايش هاب، والرقم اللي طلع له فجاله ايش هاب فير. فين الصوره اللي هنا اللي طلع له فير؟ هتلاقوها دي اللي هي حرف التي، فدي نومازكس. طيب بعد كده شتيفي راحت قالت يتست ايش، يتست دي يعني ناو، يعني ناو دلوقتي. ناو دلوقتي بقى ايش؟ دلوقتي انا اللي هلعب. ايش هاب فونف، ايش هاب فونف يعني جالي خمسة. فين اللي جالها خمسة في الصورة دي؟ يبقى نوما زيبن. طيب بعد كده قامت قايلة ايه بقى بعد ما جابت الخمسة؟ قالت بلانتينو دو بيست دغان، يا بلانتينو ده دورك. دو بيست دغان يعني ده دورك. بعد كده بلانتينو لعب، فلعب بالظهر لقى نفسه جاب ايه؟ تفاي. قال ايش هاب تفاي جيفونين، كسبت وين. تمام، فشتيفي راحت قالت له فاس وات، ازاي كسبت؟ ده احنا جايبين فير وجايبين فونف، ازاي انت كسبت؟ راح قال لها يا ان بلانتينيان است ده الزو، ان بلانتينيان، بلانتينيان ده اللي هو اللي هو الفضاء اللي هو جاي منه، بلانتينو، بلانتينو ده كائن فضائي. فبلانتينيان ده الايه؟ البلد او المكان اللي هو جاي منه، الفضاء اللي هو جاي منه اسمه بلانتينيان. فبيقول لها ان بلانتينيان است ده الزو، بيكون كده في بلانتينيان، يعني كل ما الرقم يقل كل ما بيكون اكتر، يعني اتنين اكبر من اربعة ومن خمسة، وواحد اكبر من اتنين وتلاتة وهكذا. تمام، فبيقول لها ايوه احنا كده في بلانتينيان، في كده بيبقى كده، يعني ان انا كده اللي كسبت. تمام، فين اللي جابت سفاي وقال جيفونين وفرحان اهو؟ دي نومة اخت. تمام، طيب كده الصورة احنا خلصنا كده خلاص الايه الترقيم، والمفروض دلوقتي نكتب الحروف هنا. لو طبعا رقمتوا معايا هتعرفوا ان هي كانت كلمة بلانتينو يا هتلاقوا كلمة بلانتينو، هي الاو دي مكتوبة هنا. تمام، ممكن تمسحوها. طيب خلاص، المهم كده خلاص خلصنا الديالوج ده. المفروض ان خلاص احنا كده فهمناه وعرفناه، وهو اصلا حاجات سهلة وحاجات ما اخدناها من قبل كده، بس هو زي ما بتقولوا ايه بيراجع معاكو على الجمل اللي انتوا اخدتوها قبل كده. كده خلصنا السيشن بتاعت النهاردة يا سنة تالتة. فيلين بالك، واشوفكم المرة الجاية. تشوس.